مهرجان عمالي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية احتفاء بالعيد الدولي للشغل. رفع الرواتب والعلاوات وخفض الأسعار أبرز المطالب التي رفعت خلال التظاهرة العمالية. زيادة الحد الأدنى للأجور، زيادة الرواتب، خفض الضريبة على الأجور والرواتب. ثانياً الحماية الاجتماعية والصحية، زيادة مخصصات المعاشات. الاحتفال بالعيد الدولي للعمال يأتي هذا العام وفق الأمين العام للكونفدرالية في ظرفية استثنائية عاشتها الشغيلة الموريتانية بفعل توقف العمل في العديد من المؤسسات بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحديات أخرى أبرزها انتشار العمالة الهشة التي لا يتمتع أصحابها بعقود وعدم تعميم التأمين النظامي الصحي. الضعف الكبير في شبكات الحماية الاجتماعية نتيجة قدم النصوص المنظمة لها وعدم ملائمتها للواقع وعدم تعميم نظام التأمين الصحي، إضافة إلى ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انتشار الأعمال الهشة التي لا يتمتع أصحابها بضمان اجتماعي ولا حتى بالحد الأدنى للأجور أحيانا. جمود الأجور وضعف المفاوضات الجماعية الجادة. ورغم المشاكل والتحديات التي يشكو منها النقابات والكونفدراليات العمالية، إلا أنهم يعتبرون أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي ليس مجرد حدث عابر ولا روتين جامد، بل هو تعبير عن القناعة بقيم الحرية والعدالة والسعي للإنصاف من أجل الرفع من مستوى التنمية والقدرات الذاتية للعمال وتكريم الشغيلة والرفع من قدراتها المادية والمعنوية، وفق المتحدثين على منصة المهرجان.